فتحت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها اليوم الخميس لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، فيما وصل المرشحون المحتملون لانتخابات النواب إجراء الكشف الطبي بالمحافظات. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020 بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي وأربع محاكم ابتدائية للمرشحين بالنظام القائمة. ويتم توقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة على المتقدمين، حيث يقوم المرشح بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الإنترنت. وتقام الانتخابات على 284 مقعدا فرديا و284 مقعدا بنظام القائمة المغلقة. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات من خلال قرار حمل رقم 54 لسنة 2020. وشملت الشروط أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من المحافظات بالجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.